في كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض في جامعة الحسين بن طلال، وضمن حزمة من المبادرات الملكية التنموية والتطويرية في محافظة معان، افتتح مختبر محاكاة الأجهزة التقنية المتطورة ورفيعة المستوى اللي بتساهم بتخريج طلبة التمريض المتميزين اللي بيقدروا يدخلوا سوق العمل بكفاءة عالية ومهارة سريرية متقدمة. التفاصيل في هذا التقرير. حكى ساعدنا إحنا كطلاب تمريض على اكتساب مهارة متطورة ومتقدمة وتوفير أماكن تدريب وأجهزة حديثة ومشاهدة الحالات المرضية بكل أنواعها. هذا الشيء رح يخلينا نكسر حاجز الرهبة بيننا وبين المرضى قدام. كان لمختبر محاكاة دور كبير في تعرفي ومعرفتي على العديد من الأمراض المتعددة والمتنوعة التي لم نستطع أن نراها في المستشفيات المجاورة، وتاح لنا أيضا فرصة دمج التكنولوجيا مع التعليم الصحي في هذه الجامعة، وحيث نشكر كل القائمين على هذا المختبر ونشكر جهودهم. في كلية الأميرة عائشة بنت الحسين لدينا الآن الحمد لله إنجاز جديد، وهو مختبر المحاكاة في قسم التمريض. مختبر المحاكاة يحاكي حالات مرضية تغطي أربع مختبرات فعلية، اللي هي مختبر صحة الأم، مختبر صحة الطفل، المختبر الأساسيات لطلبة التمريض والرعاية الحثيثة. طبعا في هذا المختبر لدينا دمى إلكترونية يمكن برمجتها بسيناريوهات متطورة، بحيث تعطي كل الحالات المرضية التي يتوقع أنه الطالب يصادفها، بس يشوف الحالة الواقع وأماكن التدريب العملية. في جامعة الحسين بن طلال، طبعا احنا جامعة حكومية نقع في محافظة معان، الجامعة لدينا مستشفيات تدريبية في مستشفى معان الحكومي والمراكز الصحية المتواجدة. واجهنا في فترة كورونا صعوبة في توزيع الطلبة على أماكن التدريب، خصوصا لما كان المستشفيات مليئة بحالات كورونا وكان الجانب الصحي يتغلب على الجانب التعليمي لدينا، فكان في عندي مشكلة في أماكن التدريب. حاليا جاء مختبر المحاكاة حتى يحل لي المشكلة. طبعا أهداف المختبر عديدة، غير توحيد أو توفير أماكن تدريب للطلبة، لكسر حاجز الخوف مع الحالة المرضية اللي ممكن يشوفها الطالب. فإذا شاف حالة جديدة الإرباك يسبب له، أو الخوف يسبب له إرباك، بحيث أنه ما يستطيع أنه يتعامل مع الحالة بشكل صحيح ويؤدي الغرض اللي هو معالجة الحالة المرضية والتخفيف عن المرض.